إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، الأسرة عماد المجتمع وقوام الأمة، فلا مجتمعات إلا بالأسر. وربنا عز وجل لما خلق الخليقة شاءت مشيئته وحكمته وعدله أن جعل الذكر والأنثى، وأن جعل للبشر من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، كما قال ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل جعل من آياته أن يكون هناك ذكر وأنثى، وأن تكون هناك أسر مكونة من أفراد فيكونون الجماعة، والأسر تتكاثر تكون الأمة، ويكون ما يسمى المجتمع. هكذا شاءت مشيئة الحق تبارك وتعالى. هذه الأسرة التي أرشدها الحق تبارك وتعالى إلى آداب وشروط وأمور لا بد أن تتوفر في الزواج، وأن هذا الزواج الذي أمر الله به سماه رب العزة والجلال ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا. وإذا أردتم أن تستبدلوا زوجا مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سماه القرآن الكريم ميثاقا، موثقا، معضدا، قويا، متينا، شديدا، وغليظا. هذا هو الزواج. إذن الزواج ميثاق غليظ. هذا الزواج قد ينفصم وقد ينقطع وقد يحدث الطلاق. أعظم ما يهدد الأسرة هو الخلافات الزوجية، أعظم ما يهدد الأسرة هو الطلاق. فالطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، وأن الطلاق لا ينبغي أن يكون بأيدي الرجال سيفا مسلولا يهددون به النساء. فالطلاق هو حل عند استحالة الحياة الزوجية،
إذا استحالت الحياة تعذرت ما بقاش، هناك يكون الطلاق. والله عز وجل قد أرشدنا أنه لا طلاق إلا بعد محاولة الإصلاح. قال ربنا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لا بد من محاولة الإصلاح قبل الطلاق، فالطلاق هدم والطلاق انقطاع، والطلاق يهدد الأسرة، يهدد الزوجين معا، ويهدد الأبناء، ويهدد الأسرة، ويهدد المجتمع. لكننا اليوم نعاني من ارتفاع نسبة الطلاق، فإذا قرأت نسب الطلاق في المجتمعات كلها ستجد أن النسبة عالية، وتعرض أحوال الطلاق كثيرا على أهل العلم، وتعرض في المحاكم التي هي الإدارة الرسمية الوصية، فتجد أحوال الطلاق متنوعة. فما هو سبب الطلاق؟ ما هي أسباب الطلاق؟ ولما يقع المسلم في الطلاق؟ أليس الزواج مودة ورحمة؟ وهل العاقل يفرط في المودة والرحمة ويريد أن يفارق أهله؟ وهل المرأة ترغب في مفارقة زوجها وتزهد في مودة ورحمة أذن الله فيها وشرعها؟ فهي متعة عظيمة أن يكون الإنسان يعيش في مودة وحب ووئام وتآخ مع زوجته، وبينهما رحمة، بينهما رحمة، فإن الإنسان منا يحتاج إلى الرحمة. مهما كبرت وعلوت ومهما اغتنيت وتجبرت، أنت عبد تحتاج إلى الرحمة، فقد لا تكون عالما بما تحتاج إليه من الرحمة. لما الطلاق؟ قبل أكثر من 10 سنوات في هذا المنبر ألقيت خطبة سميتها طلاق 60، طلاق 60 سنة. تبقوا مزوجين حتى توصلوا 60 عام عاد تبغوا يتفارقوا. سميته في ذاك الوقت قبل أكثر من 12 سنة 13 سنة طلاق 60. ما معنى طلاق 60؟ العائلات اللي كيبغوا يطلقوا حتى توصلوا 60 عام، هي عندها 60، هو عنده 65 ولا عنده 70، عاد بغاو يطلقوا. لماذا؟ لماذا الطلاق؟ يجب البحث عن الأسباب. الأسباب كثيرة. من أسباب الطلاق انعدام الوعي الديني، أو قلة الوعي الديني، إما انعدام وإما قلة شوية، لا يوجد وعي ديني من طرفهما الزوجين ولا من طرف أحدهما. فإذا انعدم الوعي الديني وانعدمت الأخلاق الدينية في التعامل مع الزوجة وفي تعاملها هي الزوجة مع زوجها، تبدأ الأسرة مهددة، ويتسرب إليها الخلاف، يدب الخلاف إلى الأسرة دبيبا، وربما نخر في الأسرة وتسبب لها في الفراق. انعدام الوعي الديني من الأسباب. ثانيا من الأسباب الطباع القاسية في بعض الرجال، والطباع المتمردة في بعض النساء. تجد الرجل قاسيا شديدا. هناك فكرة أو أسطورة بائدة مضمحلة عفى عنها الزمن، بعض الرجال تقول الرجولة هي نحكم، ومن كان تدخل الدار تحت ما تتحرك، والجميع
مكية لا أحد يستطيع أن يتكلم. يحسب بعض الرجال أن الرجولة هي في مثل هذا الطبع، هذا الطبع سيء مخالف للإسلام، مخالف لأخلاق الإسلام، مخالف لرحمة الزوجين ومودتهما، مخالف لسيد الأزواج، لسيد الأزواج وسيد الرجال وسيد العالمين. وحجة الله على الخلق أجمعين هو محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان في بيته بقيع، وهو مدفن أهل المدينة، مقبرة أهل المدينة. تقول عائشة خرج من حجرتها وما حستش به. لماذا لم تستشعر ما حستش أنه خرج في الليل؟ لماذا خرج بهدوء، ما قرقب، ما خبط الباب، ما طيح، خرج بهدوء وترك زوجته نائمة. شوف حسن العشرة، شوف الأخلاق العالية. حتى نعله أخذه يلبسه في الخارج عليه الصلاة والسلام. الطباع، غياب الأخلاق، غياب الرحمة، غياب الشفقة، غياب استشعار نعمة الزواج. أحيانا الواحد مزوج وما عارفش راسه راه هو في واحد النعمة عظيمة، مزوج راه صافي عادي، مزوجيه راه مزوج صافي، لا يستشعر تلك النعمة. من أسباب الطلاق تدخل العائلتين، عائلتهما تدخلوا وعائلة الزوجة كيتدخلوا، وأكثر المشاكل تأتي من تدخل الأجانب، لأن الله أوصانا أن نصلح أو نفارق، ما أوصانا أن نبث الخلافات بين الزوجين وأن نضرم النار وأن نزيد الخلافة شدة. لا، إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. يتدخل الأجانب سواء من عائلتها أو من عائلته، فيشتد الخلاف بين الزوجين. من أسباب الطلاق بعض الرجال فيهم أنانية، يحب أن تكون المرأة مكتملة ولا ينفذ ولا يشترط على نفسه نفس الشروط، خصها تكون. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. بحال اللي بغيتها هي تزين لي حتى أنا كنتزين لها. الحقوق متبادلة، ما يمكنش واحد يقول لك أنا عندي عليها الحق، حتى هي عندها الحق. غياب هذا الأمر في أحد الطرفين، وأكثر ما يكون يغيب في حق الزوج في الرجل، فيملي على الزوجة الشروط ولا يمليها على نفسه، فتكون الصدمة حين يعتقد أنه سيجد امرأة لا خطأ فيها ولا تقصير. لا يوجد أحد ما عنده خطأ وما عنده تقصير. الرجال فيهم تقصير والنساء فيهن تقصير، والتقصير معلوم للزوجين ومعلوم للبشر. فإذا جئت تعتقد أنك ستتزوج امرأة معصومة، أو هي اعتقدت أن هذا الرجل الذي هو حمامة المسجد ولا يفارق الصف الأول، عابد زاهد قوام صوام، أن ما عندوش خطأ، قد يكون كذلك، يكون بخيل لا ينفق المال، وهو عابد ورجل تقي وصالح لكنه بخيل. وقد قالت الصحابية القديمة، قالت زوجي بخيل آخذ من ماله، قال عليه الصلاة والسلام خذي بقدر ما تحتاجين أنت وعيالك، خذي من الفلوس ديالو اللي تنفقي على أولادك، ما تاخذيش أكثر من الحاجة ديالك، لأن زوجها لا ينفق عليها يضيعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من الآثام الكبيرة أن يضيع الرجل
من يعول، ومن يعول من هم؟ زوجته وأولاده. أحيانا الطروحات الأجنبية، الطروحات الغربية، الطروحات التي لا أخلاقنا ولا علومنا ولا تربيتنا تفسد بعض النساء وتعلم بعض النساء التمرد على الرجال. فتجد المرأة كما قالت لي واحدة، قالت أنا أريد أن أطلق زوجي. قلت له ولماذا تريدين تطليقه؟ القصة غريبة جدا، وفي الأخير تبين أنها تريد أن تذهب لتتزوج زواجا آخر. هذا شيء يخالف الشرع، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس بلا سبب بطلق منه من غير سبب. أما إذا قالت كاين سبب شرعي، بخيل ما تنفقش، غليظ الطباع، شتام، عياب، ضراب، إلا قالت شي سبب مرحبا، لكن من غير سبب تريد أن تفارق الزوج؟ لا. الشارع أعطى للمرأة حق الخلع، وما كاينش أكثر من الخلع. صار الأمر بيدها، هي تخلع الزوج ديالها، ما بقاش عنده العصمة هو لما يصير الخلع. والقرآن الكريم قد بينه، بين الخلع، قال الله عز وجل الطلاق مرتان، ما كاينش أكثر من مرتين. عنده الحق يطلق ويرد، ويطلق ويرد، وإذا طلق ثالثة ما عندوش الحق يرد الزوجة دياله حتى تتزوج زوجا غيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. غتفدي راسها، هذا فيما افتدت به، هذا هو الخلع. أو في آية البقرة في الحزب الرابع، واذكروا الله في أيام معدودات، قرأ فيما افتدت به الخلع. جاءت امرأة ثابت بن شماس رضي الله عنه وقالت يا رسول الله إن ثابت لا أنكر عليه دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. شوف المرأة المسلمة القديمة ماذا تقول. قالت كذا الرجل راه ما فيه شي حاجة، أنا ما طقتوش، لا أطيقه. الأخرى قالت نظرت في القوم لا تروح هذه المرأة رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس. بعض الرجال وجدناهم يطلقون في كل وقت وحين. أنا لقيت بعض الرجال مطلق مراته 100 ولا 80 مرة، حيت المرأة قالت لي راه كل نهار تيقول لي أنت طالق 3-4 المرات وعيش معها دائما. شحال من هذيك من مرة؟ ضربها جوج مرات ولا غير مرة في النهار، ضربها في الشهر. ويجي لعند ابن عبد الله بن عباس ويقول يا عبد الله شنو يدير له؟ الحكم حكم الله ليس حكم أحد. فلا تطلقها 3 تطليقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبين. قال له بانت منك زوجتك بثلاثة ديال التطليقات، أنت كتقول طلقت 100، راه تفرقتي مع الزوجة ديالك بثلاثة ولات حرام عليك بثلاثة ديال التطليقات. شحال بقوا من 3 من 100؟ بقوا 97. قال له واتخذت آيات الله هزؤا 97 مرة وأنت تستهزئ بالله وبآياته. قل بالله وآياته ورسوله كنت الاستهزاء. والله عز وجل في هذه الأحكام قال لا تتخذوا آيات الله هزؤا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، اللي خالف الآيات في الأحكام ديال الطلاق والزواج وهذه الأحكام اللي شرعها الله راه يعد من الذين يتخذون آيات الله هزؤا. لأن شوف القرآن ماذا يقول، ولا تتخذوا آيات الله هزؤا.
إذن الرجل لا ينبغي أن يكون دائما يطلق الطلاق، ما عنده كلام إلا الطلاق. حقيقة إذا وقع في غضب يسمى الغضب الهستيري لا يقع له الطلاق، هذا باتفاق العلماء. إلا ما عرف راسه اش يدير والعقل ديالو تسد، ويسمى الجنون الهستيري أو الحالة الهستيرية، هذا ما يقعش معه الطلاق. لأن الإنسان ما تطلق ما تكلم الطلاق، فين ما تخالف الطلاق، احترق الطعام الطلاق، خرجات الطلاق، جات عندها فلانة الطلاق. يعني لأتفه الأسباب يكون الرجل حافظا كلمة الطلاق فيطلق زوجته لأتفه الأسباب. جاء الشاب ما بلغ العشرين وقال لي طلقتها ثلاثة المرات، وتيبكي وقال أنا لا أدري. قلت له قد كان لك في الأمر سعة، أنت عشرين عام، كي اللي بقي ما عنده ما مزوج، أنت راك تزوجت في عشرين عام وبكرت بالزواج وهذا خير، لكن بكرت بالزواج وبكرت بالطلاق عشرين عام ومطلقها ثلاثة المرات صافي، وقال لك بترجع لها، كيف ترجع إليها؟ حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. تزوج براجل زواج صحيح ويطلق على خاطره ترجع لك، تعقد عليها عقد جيم، حكم الله به لأجل ردع الرجال عن الطلاق، فجعل الحكم في الثالثة، جعله بينونة كبرى طلاقا لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج بزوج جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد. أما بعد أيها المسلمون، إن مما أرشد إليه نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، خير من تزوج وخير من عاشر وخير من عبد وخير من أطاع الله وخير على نقائصها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما يمكنش هذه المرأة ما فيها شي حاجة مزيانة وأنت تقول إنني سأطلقها، وفعلت وفعلت وبذرت الطعام بالنفي. فلا تفركها، أي لا تبغض هذه المرأة، إذا شفت فيها حاجة نقص. هكذا أرشد النبي إلى جمع الشتات الأسر وإلى التأليف بينها، وضرب لنا هذا المثل الذي